عيد الأضحى على الأبواب، كل عام وأنتم بخير. وفي كل عام تدور مجموعة أسئلة نبحث لها عن إجابات. معكم اليوم سوف نجيب عن أهم تلك الأسئلة. ما الموعد الصحيح لذبح الأضحية؟ يبدأ موعد الذبح من بعد صلاة عيد يوم الأضحى، ويصح الذبح إلى غروب ثالث أيام التشريق على أصح الأقوال. ماذا لو أخذت من شعري أو أظافري وقد نويت الأضحية؟ يسن لمن نوى الأضحية ألا يقص شعره وأظافره، لكن إذا فعل فالأضحية صحيحة مقبولة إن شاء الله. هل يمكنني أن أضحي عن قريب لي ميت؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الأضحية عن الميت، ويصل إليه ثوابها إن شاء الله. هل يجب علي ذبح أضحيتي بنفسي أم يجوز أن أوكل من يذبح عني؟ يجوز أن توكل من يذبح عنك، ومن ذلك الجمعيات الخيرية التي توصل الأضاحي لأحق الناس بها. هل يجوز للذبح خارج بلدي؟ نعم، يجوز الذبح خارج بلدك، وخصوصا إذا كان ببلاد فقيرة أو بها مجاعة، كما أن فيها تيسيرا على من لا يستطيع الأضحية في بلده لارتفاع أثمانها. هل يجوز للذبح عن نفسي مع أن زوجي ذبح عني؟ نعم، يجوز أن تضحي عن نفسك، ولك أجر أضحيتك وأضحية زوجك عنك.